ثم قعد ياخذ فتره في دويات قالوا له انه ما تلقحش الفتره هذه، اليوم قص على الدويه سي بون، اسكو ينجم يمشي يلقح ولا لا؟ Je suis docteur, mais docteur en sciences économiques, je ne suis pas médecin. Hey. Donc, هو يشوف الطبيب نتاعو، كان الطبيب نتاعو قال له لازمك تاخذ التلقيح، بيان سور وسورتو هو عنده أولوية خاصة اللي هو عنده بعيد الشر على العباد الكل ورم، يعمل طلب الأولوية في السيت إيفاكس بونتيان، نجم يسجل هو والا الطبيب نتاعو، يحط دوسي ميديكال نتاعو باش تصير الاولويه نتاعو بطريقه سهله وسريعه باش يتحصل على التلقيح في اقرب اجل ممكن. واضح. بالنسبه فما شكون زاد اتصل بينا، لقح عمل الجرعه الاولى نتاعو نهار كان نهار العيد اللي صار فيه برشا اكتظاظ وبرشا مشاكل، ديجا من با يعرف شنو اللقاح اللي لقحوا نهارتها، مازال ما عرفش الجرعه الثانيه نتاعو وقتها، هو لقح وقتها ما جاتوش ارساليه اخرى. الناس اللي لقحوا النهار هذاك وقتاش الجرعه الثانيه نتاعهم، كيفاش بالضبط؟ الناس اللي وضعها نتاعهم تسويت وقع الدعوه نتاعهم بالتلقيح، ندعي للسيد هذايا باش سواء يبعث يمشي يتوجه لمركز التلقيح اللي يتلقى فيه تلقيح نهار العيد، والا يعمل ريكلاماسيون على ستاف سيتويان على فضاء المواطن، ولا يعمل ريكلام على 85-55 باش يعمل ريكلاماسيون نتاعو. التلقيح نهار العيد شعر بدون تلقيح باعمار فوق 40 سنه استرازينيكا، اللي خذاو اللي اقل من 40 سنه خذاو سينوفارم، كان هو 40 سنه فما فوق انا ندعيه باش يمشي يتوجه اقرب مركز تلقيح موجود في القائمه نتاع اليوم ينجم يتحصل على الجرعه الثانيه نتاعو. واضح. هذا كل هذا اللي كان هو يحب التفسير نتاعو شنو هي التلقيح اللي كانت موجوده وقتها. العباد كان عمره 40 سنه فما فوق راهو لقحت استرازينيكا، وندعيه يمشي هو ولا اي حد اخر تلقاو تلقيح نهار العيد 20 جويي باسترازينيكا، وحاليا الوضعيه نتاعهم مازالت ما تسويتش، يمشيو يتوجهوا لمراكز التلقيح يعملوا هذيك يعلنوا انه راهم تلقاو تلقيح نهار العيد، ونحبوا توا الجرعه الثانيه نتاعهم بيان سور، صح كان جماعه اللي اعمارهم فوق 40 سنه تلقحوا باسترازينيكا. بالنسبه فما شكون فوق ال 40 سنه لقح الجرعه الاولى نتاعو نهار 8 اوت، ما مشاش عمل جرعه ثانيه، ما جاهش مساج ولا هو ما مشاش، وقتاش ينجم يمشي ياخذ جرعه ثانيه نتاعو؟ فما ايام وطنيه اخرى ولا باش نعمو وسط اسبوع؟ يمشي كيف كيف يمشي اليوم لمركز التلقيح يحصل على الجرعة الثانية نتاعو. الجرعة الثانية حتى اللي أكبر من 40 سنة نجم يمشي اليوم. ألوغ اليوم عندنا ثلاثة فئات عمرية. إي. الفئة العمرية الأولى اللي هي 18-39 سنة، اللي تلقحت نهار تحصلت على تلقيح نهار 15 أوت. 15 أوت. بتلقيح موديرنا. واضح. الأشخاص هذوما. إي. بيان سور اللي هما عندهم أحقية باش ياخذوا الجرعة الثانية، معناتها ما مرضوش قبل بالكوفيد. كان جه إس إم إس يتوجه للمركز اللي هي تلقيح، والا يمشي بالمساج نتاعو المركز اخر ويقع يقع تلقيحه بالجرعه الثانيه. اللي ما جاش الاس ام اس يمشي للمركز أي. اللي هو موجود وغاديك يقول راني انا تلقيت جرعه اولى في المركز هذايا ونحب نتحصل على الجرعه الثانيه. الفئه العمريه الثانيه اليوم اللي هي مدعوه للتلقيح هي الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، تقع ديما الفئة العمرية اللي عندها أولوية. الفئة العمرية هذه اليوم تنجم تتمتع بحاجتين، الناس اللي مش مسجلة ويحبوا يتحصلوا على الجرعة الأولى مرحبا بهم، والناس اللي تحصلوا على الجرعة الأولى سابقا بين 20 جويلية وحتى 8 أوت يمشيوا يتحصلوا على الجرعة الثانية. الفئة العمرية الثالثة اللي هي مدعوة اليوم للتلقيح هي 15-19 سنة باش تحصلوا على الجرعة الأولى. الجرعة الأولى نتاعهم. أيوا الجرعة الأولى. هذوما الأشخاص هذوما مع أشخاص وقع صداع نتاعهم لأنهم مسجلين على إيفاكس وعندهم معناتها الموافقة نتاع الولي نتاعهم. لهنا الاشخاص هذوما يتوجهوا للمراكز المخصصه، وكانوا 15-19 سنه ومش مسجل ولا مسجل ما عندوش ترخيص الولي نتاعو يمشي مع الولي نتاعو للمركز المخصص
ويقع تلقيحهم. كان نلخص بالنسبه للفئه العمريه 18 99 يوم حصلوا على الجرعه الثانيه، الفئه العمريه 15 14 سنه حصلوا على الجرعه الاولى، والفئه العمريه 40 سنه فيما فوق باش تحصلوا يا اما على الجرعه الاولى او الجرعه الثانيه. يا اما الجرعه الثانيه، بطبيعه اللي باش ياخذ جرعه ثانيه لازم يكون مثبت من اللقاح اللي خذاه في الجرعه الاولى شنو. تتفق. واضح. بالنسبه لمدام فما شكون تلقى الجرعه الاولى كما نقولوا في اخر جويليا ولا اول اوت ثم مرض بالكورونا، ياخذ جرعه ثانيه ولا تو؟ الاشخاص اللي هما تلقاو جرعه اولى ومرضوا بيان سور هما اعلنوا انهم مرضوا على ايفاكس، احنا نستدعيهم بعد شهر اوتوماتيكمون اون ليزانفيت بعد شهر من المرض نتاعهم. ياخذوا جرعه ثانيه بعد شهر من المرضى نتاعهم. واحنا نستدعيهم بيان سور العباد اللي كتبت راهي مرضت، الناس ما كتبتش احنا ما نعرفوش، نستدعيهم اوتوماتيكمون على حسب الموعد نتاع التلقيح. واضح. اللي مرض مثلا فما شكون طلبنا يتسائل مرض مثلا اكتوبر عام ناول 2020 خذا الجرعه الاولى نتاعو توا، ياخذ جرعه ثانيه ولا من اكتوبر خذا الجرعه الاولى هو في اوت؟ حاليا اللجنة العلمية لمتابعة التلقيح اللي رأسها الدكتور جان تخفوس منزلت القرار انه اللي مرض كوفيد وتحصل على جرعة واحدة حتى الآن هذا كافي. وقت يصير تغيير في القرارات العلمية سيتم إعلان العباد الكل بيقع صداعهم. واضح. فما عباد دكتوره لقحوا الجرعه الاولى ولقحوا الجرعه الثانيه ما وصلت لهمش ارساليه تاكيد انهم لقحوا، يدخلوا حتى على السيت يحبوا ياخذوا شهاده تثبت هذايا للناس بوتيتر اللي باش تسافر ما نجموش يتحصلوا على الوثيقه هذه. فما برشا ناس صار لهم المشكل هذايا، ما نعرفش اذا وصلت لكم التساؤلات استفسارات الناس حول الموضوع هذا. هذا مرتبط في اخر حاجه بالايامات اللي هما الايامات المفتوحه او الحملات المتنقله. اي لا خاصهم يعملوا في دي ريكلاماسيون بالطرق اللي قلت عليهم الساعه. اي قاعدين نحلوا فيهم وفي غمزير. واضح. ان شاء الله الامور هذه تتحل بسرعه. اليوم الاخبار اللي تقول مثلا صارت وفيات ناتجه على ناس بعد ما لقحت، ناس للناس بوتيتر هذوما ما تشجعش برشا على انه الناس تمشي تلقح. عباد كي تسمع كلام كيما هكايا خرج برشا كلام انا تقلقت ومرضت حتى فما شكون مثلا اللي يقول توفى له انه بعد التلقيح. الكلام هذا كيفاش تعاملت معاه وزاره الصحه اليوم؟ أكثر من 6 ملايين عملية تلقيح تم إنجازهم من 13 مارس لتوا. 6 ملايين و400 ألف عملية تلقيح. أي. إحنا كما تعرفوا عندنا السونتر دو فارماكو فيجيلونس، مركز التعليقة الدوائية اللي ترأسه دكتور ياسر خوص، وعنده فريق أونيفو سونترال وعنده فريق في الجهات. ينجم الأشخاص بعد ما تصير التلقيح نتاعها يصير لها شوية قلق كما أي تلقيح عادي. لكن الحمد لله على 6 ملايين و300 ألف عملية تلقيح ما سجلنا حتى وفاة، سجلنا حتى أعراض خطيرة معناتها أون لي كلاس كوميتون حاجة خطيرة. الحمد لله 6 ملايين و300 ألف تلقيح كما يقولوها إن شاء الله نتواصل ديما هكا ربي يحمي العباد الكل، لكن ما صارت حتى وفاة. حتى القلق يختلف من شخص إلى آخر. أنت وقت عندك صغير تلقح له ساعات عمل سخانة عنده شوية دافاي وكل ليس تلقى هو تلقيح وبيد وما يصير له حتى شيء. هذا هو لا رياكسيون تاع الدم. لكن الحمد لله في ال 600 و 600 ألف تلقيح ما عندنا حتى وفاة، ما سجلنا حتى تعثرات خطيرة على صحة الناس. واضح. مراكز التلقيح اليوم للخمسة نتاع العشية نجموا نشوفوا هكا يزيدوا ساعتين كما صار بعض الأيام الوطنية الأخرى ولا الخمسة الخمسة اليوم؟ احنا المراكز التلقيح كالعادة آخر موعد هو خمسة العشية، الناس اللي هما موجودين داخل المركز لقحوا لهم حتى آخر شهر. اللقاحات الموجودة في مختلف المراكز التلقيح شنو هي اليوم؟ اليوم فما تلقيح موديرنا كما قلت بالجرعة الثانية تاع 18 99 سنة، أسترازينيكا 40 سنة فما فوق جرعة أولى وجرعة ثانية، فايزر جرعة أولى 15 17 ans، وبيان سور اللي عنده موعد قديم تاع نتاع رافيل نتاع لقح اي الايامات العاديه بيان سور بتحصل على التلقيح نتاعه عادي.
واضح. مشكورة دكتورة إيناس العيادي مستشارة وزارة الصحة، مشكورة على كل التوضيحات هذه والمعلومات هذه. إن شاء الله يكون لك تدخل آخر معنا. مشكورة على كل التوضيحات هذه. موصلين معكم حتى للعشرة بتاع الصباح، كلمونا على 31 308 ألف. نسمو آمنة فاخر يلي، ورجعين معكم بعد شوية.